مصر حصلت على شهادة جديدة من كبرى المؤسسات الدولية الأونكتاد والبنك الدولي حول الخطوات التي اتخذتها الدولة لتوطين الصناعات الإلكترونية وعالية التقنية. التقارير دي رصدها مركز معلومات مجلس الوزراء واللي أوضحت أن في زيادة بنسبة 116% في حجم صادرات مصر من السلع الإلكترونية والكهربائية خلال الفترة من 2016 ولغاية الفترة 2021. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من ضيفنا الدكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي. منورنا وشرفنا. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضراتكم ومشاهدين حضرتك الكرام. اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه دكتور، يعني لما نيجي نقول اهميه الشهادات اللي بتحصل عليها مصر من توطين الصناعه الالكترونيه، خصوصا احنا متوسعين في الموضوع ده في الفتره الاخيره. حقيقه صناعه الالكترونيات صناعه محوريه، ان هي صناعه بتخش في جميع المناحي الاقتصاديه بشكل كبير جدا، وهي اصبحت عصب التقدم لاي صناعه حقيقه. ومصر عندها استراتيجية واضحة في هذا الاتجاه في المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات، ودي مبادرة موجودة ولها خطتها واستراتيجياتها. ويمكن التقرير اللي حضرتك أشرت إليه كان واضح تماما، لغة الأرقام هنا ما بتكذبش حقيقة. احنا بنتكلم في خلال 5 سنين ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الإلكترونية من 600 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار. عظيم. وده رقم حقيقة تقريبا أكثر من الضعف 116%. زائد أن هذه الصناعة هي صناعة بطبيعتها كمان كثيفة الأعمال وصناعة جاذبة جدا للاستثمار، والعالم كله بيطلبها، وخصوصا أن سوق المصري سوق كبير. احنا بنتكلم على سوق 100 مليون شخص حقيقة ومستهلك، إنما حتى لو أضفنا إليها الأسواق اللي ممكن مصر تصل لها عن طريق الاتفاقيات التجارة، إذا كان زي اتفاقية الكوميسا، اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وغيرها، احنا بنتكلم على سوق يصل إلى 2 مليار مستهلك في صناعة رئيسية مهمة جدا في العالم، صناعة بتغير شكل حتى خريطة الاستثمار، الاستثمارات فيها استثمارات كبيرة. والجميل هنا ان احنا بنشوف حتى في هذا القطاع داخل مصر الاستثمارات ليست فقط استثمارات أجنبية، إنما فيها كمان استثمارات محلية. عظيم. وإحنا شفنا مصانع موجودة في أسيوط، وشفناها في بني سويف، وشفناها في العاشر وستة أكتوبر. فحقيقة إحنا بيعيد تشكيل حقيقة طريقة الاستثمار، إن هي في الآخر هي صناعة ضمن صناعة تكنولوجيا المعلومات اللي هي قطرة التنمية حقيقة لكل القطاعات بدون استثناء. عظيم جدا. حضرتك ذكرت نقطتين مهمين جدا. اول حاجه الاستثمار، سواء استثمار محلي او استثمار اجنبي، موجود في صناعه الالكترونيات في مصر، وده السبب اللي وصلنا الى هذه الطفره. وفي نفس الوقت هي من الصناعات كثيفه العماله. ازاي انا بدرب العماله عندي واهلها؟ ازاي بعلمها داخل المدارس وباهلها وبجهزها لان هي تشتغل في هذه الصناعات، بحيث ان المستثمر يجي عارف هو جاي مصر، عارف ان مصر فيها عماله مؤهله ومدربه من فنيين ومهندسين وخلافه قائمين على هذه الصناعه. الحقيقه في القطاع كله كتكنولوجيا معلومات بشكل عام او قطاع الالكترونيات بشكل خاص، حقيقه الاستثمار لازم بيجي على عماله مؤهله مدربه، لانها صناعات دقيقه، صناعات محتاجه تكون عندنا العماله فيها عندها بعض المهارات والجدارات الاساسيه والمهمه. وحقيقه احنا بنبص على الموضوع ده هنلاقي ان على مستوى التعليم حتى بقى في النهارده مدارس تقنيه او تطبيقيه، ودي مرحلة ما بعد الثانوي، وبقى عندنا جامعات متخصصة في هذا المجال، إذا كان الجامعات أو الكليات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي طبعا بالإضافة إلى كليات الهندسة، زائد الكليات التكنولوجية الجديدة، بالإضافة إلى التدريب المستمر. حقيقة إن نتيجة تطور التكنولوجيا أنت دايما ما تقدرش تقف عن موضوع التدريب، والتدريب شيء أساسي جدا في هذا المجال. فإحنا بنشوف مبادرات كتيرة شغالة في التدريب لاكتساب مهارات في هذا الاتجاه. ودوت يمكن احنا عندنا مثلا النهارده عندنا التحالف الوطني لصناعه اشباه الموصلات، ودوت اول تحالف خارج الولايات المتحده. في 23 شركه موجودين النهارده شغالين في مجال تصميم الالكترونيات، وده جزء مهم جدا حقيقه، ان حتى تصنيع الالكترونيات ممكن بيبقى في شق خاص بالتصميم وفي شق خاص بالتصنيع، والتصنيع طبعا درجات كبيره جدا، منها مجرد ان انا ببتدي اجمع او ان انا بجمع بدرجه اعلى باستخدام قيمه مضافه اعلى محليه، او اصل الى صناعه الرقائق الالكترونيه. ودي طبعا كلها يعني من الحقيقه الحاجات القريبه جدا اظن ان احنا هنشوفها في مصر،
صناعه الرقائق الالكترونيه دي في حد ذاتها بنتكلم عالميا 550 مليار دولار، ودي الدول قليله في العالم المتفوقه في هذا الموضوع. ففكره حتى وجود التحالف الوطني لصناعه اشباه الموصلات حيه، وهو على اتصال بالتحالف الدولي اللي هو بيضم بقى اكبر شركات العالم في هذا الاتجاه، حقيقه ده بيفتح كمان مجال مهم جدا غير التدريب والتعليم، الى فكره نقل الخبرات. ان هذه الصناعه في شركات في العالم قليله جدا حقيقه تتعدى على اصابع اليد الواحده حقيقه المتخصصه في هذه الصناعه المتقدمه جدا. فلما بقى عندك نوع من انواع قنوات التواصل مع التحالف الاهم في العالم في هذه الصناعه، خصوصا ان هذه الصناعات كل يوم فيها جديد وبتتطور، وبعدين هي اصبحت العمود الفقري حقيقه للاقتصاد العالمي. يعني يمكن في اكتوبر 2021 حصلت ازمه في الرقائق الالكترونيه غيرت شكل العالم، دخلته في ازمه كبيره جدا، وبالتالي العالم بيعيد فكره اعاده سلاسل هيكله سلاسل الامداد. ان الصناعه دي بنتكلم على موجوده في الولايات المتحده طبعا، وزائد شرق اسيا بشكل كبير جدا، كانت الصين، تايوان، كوريا، اليابان. وبالتالي ان وجودك هنا في المنطقه مصر كموقع استراتيجي حقيقه عالمي على خط تجاره اساسي ورئيسي في العالم، فان انت توطن هذه الصناعه داخل مصر حقيقه بتفتح لك مجالات، اما في جذب الاستثمارات الخارجيه او في مجال حضرتك وجودك على خطوط الامداد او على فكره ان انت تكون جزء من المنظومه العالميه في هذه الصناعه المتقدمه جدا. تعميق يعني التصنيع المحلي، زياده فرص عمل، بيعمل توطين اكتر للصناعه، بيفتح مجال الاستثمار اكتر، كل ده مكتسبات ممكن نقدر نعملها من خلال تعميق التصنيع المحلي. ده يتناسب مع الحركة كنت لسه بتقوله؟ طبعا، ان هو في الاخر حضرتك انت لما بيبقى عندك المكون المحلي اعلى، ده معناه ان انت لما بتيجي تصدري حتى هذا المكون، فبالتالي الجزء اللي داخل لحضرتك كدوله في داخل الناتج القومي بيبقى اعلى. وبالتالي حضرتك بتقدري توفري مزيد من الفرص، تقدري توسعي الاستثمارات الداخليه او الخارجيه، وبالتالي بتتحولي الى لاعب في هذا الاتجاه. وده مهم جدا كمان حتى في تقليل الفاتوره الاستيراديه. احنا حضرتك الفاتوره الاستيراديه بالنسبه مثلا للتليفونات المحموله نتيجه احنا كنا تقريبا مليار دولار سنويا، وصلنا لحوالي 400 مليون السنه اللي فاتت، نتيجه ان بقى في منتجات يتم تصنيعها داخل مصر. احنا عايزين ندي بس التحويله من 2021 ل 2022. طب يعني من 2021 كنا مليار و700 مليون، السنه اللي بعدها على طول 22 342 مليون. بالظبط، الفرق في سنه واحده، مش بنتكلم في سنين كتير يعني. وبالتالي ودي مش مجرد انت بتقلل الفاتوره الاستيراديه هنا حقيقه، انت مقابل هذا المبلغ انت فتحت مصانع، شغلت ناس، دخلت دخل قومي، بدات ان انت يبقى ليك دور في هذا المجال اللي هو المجال المؤثر جدا. صحيح، وفرت عمله صعبه، قلت للعالم كله انك بتنتج هنا في مصر، وبقى عندك شركات دوليه حقيقه بتحصل، حتى في بعضها بيحصل شراكات مع الشركات المحليه. ودي من اهم النقط حقيقه، ان الدول عشان تتقدم في هذا المجال محتاجه هذه النوعيه من الشراكات بين القطاع الصناعي المحلي والقطاع الدولي. طبعا زي ما قلت لحضرتك هي صناعه متقدمه، ما نقدرش ان احنا نبتدي بها الا بنقل الخبرات فيها، وده اللي حصل الحقيقه في كل الدول اللي تطورت في هذا الاتجاه، هي حصل نقل الخبرات. والدول حتى الناشئه في هذا المجال ومنها فيتنام ومنها كمبوديا بدات تعمل هذا الموضوع ايضا، وبحققت نجاحات كبيره. واظن ان احنا في هذا الاتجاه بدانا ناخد خطوات في منتهى الجديه لتطوير هذه الصناعه لحين امتلاك التكنولوجيا بشكل اكبر حقيقه، وده الهدف الاسمى حقيقه لتوطين الصناعه داخل مصر. مش بس كده، الرخصه الذهبيه نظام اطلقته الحكومه لدعم توطين الصناعه، نقدر نقول نقدر نستفيد منه ازاي ونقدر نشرحه اكتر ازاي؟ الرخصه الذهبيه بتقتل كل البيروقراطيه حقيقه، وبتخليكي كمستثمر قادر ان انت تحصلي على كل التراخيص وتقدري تشتغلي على طول، ويبقى في نوع من انواع السهوله في اداء الاعمال. ويمكن لو برضو هرجع تاني لقطاع الالكترونيات حقيقه، الرخصه الذهبيه ساعدت كتير جدا الشركات العالميه تبدا تفتح مصانعها هنا وتبدا تشتغل وتنتج،
وبالتالي الرخصة الذهبية بدأت تفتح لنا نوع جديد من جذب الاستثمارات الجيدة. حقيقة الاستثمار الجيد هو مش مجرد ان انا بدخل اموال داخل البلد، لا، انا بتكلم حتى في صناعات استراتيجية العالم كله محتاجها. وصناعة الالكترونيات لو هي بنتكلم على صناعة حتى الالكترونيات الاستهلاكية ومطلق عليها الكونسيومر الكترونيكس، دي حجمها 750 مليار دولار، قد تصل في خلال سنوات قليلة جدا الى تريليون دولار. فان انت تبتدي ويكون عندك موضع قدم في هذه الصناعة، هي انت بتغير خريطة الاستثمار، بتغير خريطة الصورة الذهنية حتى على نوعية الاستثمارات في مصر. انت بتقول ان مصر اصبحت النهاردة مؤهلة لجذب نوعية مختلفة من الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية. فما بال حضرتك في صناعة في منتهى الأهمية زي صناعة الإلكترونيات بصفة خاصة أو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة عامة، هي أن دي ممكن تغير لك حتى مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي. احنا كنا 4% فقط، بقينا 5% كقطاع من مساهمتنا في الناتج القومي. بإذن الله في خلال سنوات قليلة جدا نصل إلى 10% من المساهمة في الناتج القومي، ودي النسب اللي هي العالمية اللي هي موجودة في اقتصادات متقدمة زي الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد الصيني، اللي هو النهاردة بينمو حقيقة بوجود التكنولوجيات المتقدمة والشركات العاملة في التكنولوجيات المتقدمة اللي بتغير لك شكل الاقتصاد كاملة، بتزود القيمة المضافة المحلية، بتزود الفرص للاستثمار. ان الصناعة دي العالم كله بيستخدمها، يعني عدد تليفونات المحمول تقريبا عدد البشر الموجودين على سطح الكرة الأرضية. صحيح. طيب لتوطين هذه الصناعة بتحتاج ان مدخلات صناعة الإلكترونيات تكون متوفرة في مصر، المواد الخام تكون موجودة في مصر، وأعتقد إن إحنا عندنا ثروة كبيرة جدا وهي الثروة التعدينية. إزاي ممكن نعتمد على الثروة التعدينية في زيادة توطين هذه الصناعة، وشايف توجه الدولة نحو هذه الثروة إزاي؟ هو فعلا تم افتتاح المصانع الخاصة برمال السوداء مثلا، ودي إحدى المواد الرئيسية، إنما ليست كل المواد. فأنت حضرتك أنت كل هدفك النهاردة أن أنت تزود المكون المحلي. وبعدين حتى المكون المحلي، هل انت كنت بتاخده بشكل الخام اللي هو في اقل درجه، ولا انت بتضيف عليه قيمه وبتحوله الى منتج شبه نهائي او نهائي؟ ده اللي بيختلف تماما. فيمكن فكره مصانع الرمال السوداء وادخالها في هذه الصناعه، انت بتصدر النهارده الرمال السوداء بعد معالجتها الى مصانع الالكترونيات المنتشره حول العالم، يتم جزء منها في خلال استخدامها برضو في التصنيع المحلي، الى ان انت تمتلك بقى صناعه رقائق الكترونيه حقيقيه حقيقة. ودي الاستثمار فيها ضخم جدا، احنا بنتكلم المصنع الواحد استثماراته من 10 الى 20 مليار دولار. والنهارده احنا برضو طبقا للتحالف الدولي لصناعه اشباه الموصلات، مصر من الدول الجديده الناشئه الواعده جدا في هذه الصناعه حوالين العالم. احنا بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا حضرتك، شرفتنا ونورتنا. دكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي، الف شكر لحضرتك. كل شكر لحضراتكم يا فندم. نورتنا يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا.